حكم عدد إضافة عدد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه الصلاة على الرسول ولديه لم يرد. يعني مثلا واحد يريد أن يقول الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امداد كلماته. الوارد سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وردت روايات ثلاثة في هذا الصدد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. هذه الأولى. الثانية، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه الثانية. الثالثة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الثانية هي الأصح، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، من ناحية السند بعد جمع الطرق في هذا الباب. أما أن تقول لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله رضا نفسه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله مداد كلماته، لم ترد بهذه الصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه مسألة أخرى فيها سيتكلم فيها متكلم برأيه، لكن كأثر عن رسول الله لم يرد. أو كذلك الذي يقول اللهم صل على رسول الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، أيضا لم تنقل هذه الصيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.